من هو مؤسس الفيسبوك؟ تمكن مارك زاكربيرغ أثناء دراسته في الجامعة بمساعدة زملائه إدوارد سافرين وداستن موسكوفيتس وكريس هيوز من إنشاء فكرة موقع للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، حيث بدأت الفكرة بإرسال بعض الصور والوثائق فيما بينهم، وقد بدأ هذا الموقع بالانتشار عالميا بعد فترة قصيرة من إنشائه. يمتلك الفيسبوك أهمية كبيرة، حيث يعد وسيلة للتعارف وتكوين علاقات جديدة، كما يستخدم للاتصال بين الناس على اختلاف المسافات، ويمكن استخدامه للترويج والتسويق والكثير من الشركات والمنتجات، بالإضافة إلى استخدامه لمعرفة كافة الأخبار السياسية، الاجتماعية والاقتصادية. لذلك يعتبر الفيسبوك موقعا شاملا ومتكاملا. لم يكن الهدف الأساسي من تأسيس مارك زاكربيرغ للفيسبوك ماديا، بل كان محاولة منه لحل مشكلة تحدث معه أثناء الدراسة، وهي كيفية الاتصال والتواصل مع أصدقائه في الكلية، حيث فكر في الإنترنت وما يقدمه من خدمات للناس كافة، واستوحى منه فكرة الفيسبوك التي بدأت بفكرة بسيطة واستمر بتطويرها حتى أصبحت موقعا اجتماعيا كبيرا ونشطا، وأصبح يحقق أرباحا مادية كبيرة. ولد مارك زاكربيرغ في نيويورك في شهر أيار سنة 1984 من أسرة متعلمة، حيث عمل والده كطبيب أسنان ووالدته كطبيبة نفسية، وظهر اهتمامه بأجهزة الكمبيوتر منذ سن 12 سنة، كما أنه استطاع إنشاء برنامج للرسائل ساعد أسرته في التواصل بينهم داخل المنزل. وتلقى مارك العديد من الدروس الخاصة بأجهزة الكمبيوتر من قبل المعلم ديفيد نيومان، وذلك لتطوير خبراته وإمكانياته في هذا المجال. وخلال دراسته في الثانوية استطاع تطوير العديد من البرامج، ثم التحق مارك بجامعة هارفارد وبدأ بدراسة علم الحاسوب، وكعادته استطاع تطوير وإنشاء العديد من البرامج التي ساعدت زملائه أثناء دراستهم الجامعية.